السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فيديو النهاردة بإذن الله هناخد أول باراجراف من باراجرافات يونت 3 للصف السادس. طبعا بإذن الله كل باراجرافات وإيميلات المنهج هتنزل على القناة دي، لكن بالنسبة بقى لحل الأسئلة كلها وحل امتحانات الكتب سواء بالبايبات او جيم او قطر الندى، ده هيبقى على القناة التانية اسمها الانجليزي بجمال وتو، لكن القناة دي للباراجرافات والايميلات فقط. باراجراف النهاردة بعنوان A visit to the باب زويلة minaret، زيارة الى مأذنة باب زويلة. نبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباراجراف بيقول last week، الاسبوع الماضي، I went to the باب زويلة minaret، انا ذهبت الى مأذنة باب زويلة. My brother and I climbed the minaret، انا واخويا تسلقنا المأذنة. We watched the sunset، شاهدنا sunset غروب الشمس over the city، من فوق المدينة. Then we explored the souks near the minaret and bought amazing things، واستكشفنا الأسواق القريبة يعني من المأذنة. And bought amazing things، واشترينا أشياء مسهلة. That was cool، كان رائع. In the evening، في المساء، we went home، رجعنا البيت. We had a great time on our vacation، استمتعنا بوقت رائع في أجازتنا. هقوله كمان مرة بالإنجليش. A visit to the باب زويلة minaret. Last week I went to the باب زويلة minaret. My brother and I climbed the minaret. We watched the sunset over the city. Then we explored the souks near the minaret and bought amazing things. That was cool. In the evening we went home. We had a great time on our vacation. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لو عايزين باراجراف او ايميل عن موضوع معين اكتبولي في كومنت. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.